أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة التغيير، ساعتين متواصلتين سيكون لي الشرف أن ألتقيكم وبرنامج من بغداد. ضيوفي خلال هذه الساعتين، النصف ساعة الأولى سيرافقني ضيفا العميد الركن يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، والتي سنتحدث عن العمليات العسكرية لأبطال قواتنا المسلحة في صلاح الدين. الجزء الثاني ومن الموضوعات المهمة التي يراقبها أبناءنا الطلبة، والتي ستكون مع مدير عام تربية الكرخ الأولى السيد فلاح القيسي. بعدها أيضا أعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا في بغداد ليلتقي السياسي المستقل الشريف علي ابن الحسين للحديث عن الواقع السياسي ومجريات الأحداث وما ستؤول إليه هذه المعركة السياسية التي تقاتل أزمات مستفحلة في العراق. مشاهدين الكرام، ما أعرف إذا الشباب السيد العميد جاهز. الآن هنالك حديث كبير ورائج عن النشاطات التي يقوم بها داعش الإرهابي في محاولة يائسة لإعادة تسويق نفسه من جديد، محاولا أن يبعث برسائل. هذه الرسائل تعودنا دائما أن نقرأها مثلما هي، لأنه الإرهاب بعد أن فشل في العراق فشلا ذريعا على يد أبناء القوات العسكرية المسلحة بكل صنوفها وتصنيفاتها، بعد أن اجتمع من كل حدب وصوب في هذه الأرض، استطاع الرجال أن يقسموا ظهره وأحالوه إلى تجمعات لا تكاد أن تذكر. لذلك يجب أن نقرأ وبشكل دقيق أن ما يجري اليوم من محاولات يائسة وخائبة لهذا التنظيم أن يعيد إنتاج نفسه في ساحة هو قد جربها بنفسه وفشل بها فشلا مقيتا، وأحالوه ولد الملحة إلى شيء لا يذكر، ودخلوا بهذه النتائج التاريخ أنهم أبطالا حموا العالم والإنسانية من هذا الجرذ، مع علمنا ويقيننا وإدراكنا ومعرفتنا المسبقة أنه من يقف وراء هذه التنظيمات القذرة ومن يمولها ومن يدعمها ومن يتلاعب بأوراقها بين برهة وأخرى، سواء من الذين في الداخل أو الذين في الخارج أو الأقزام والعبيد التي تحركهم دوائر ومخابرات خارجية للأسف وقعوا في فخها، لأنهم يطمحون أن يكونوا في السلطة أو لديهم أغراض مريضة. ولذلك اليوم أبناء العمليات المشتركة في قواتنا الأمنية في كل الصنوف قادت عمليات عسكرية مهمة وتحت عنوان أسد الجزيرة. وأسد الجزيرة هي عمليات تلاحق هذه الفلول الإرهابية المتطرفة التي تريد أن تبعث برسائل للأغبياء أن يقرؤوها أن داعش ما زال يشكل ويمثل قوة، في حين الرجال الأبطال عندما كانت هنالك دوائر وأموال وتهريب وخيانات وقذارة تقف مع هذا التنظيم، وكان الرجال الرجال قد جعلوهم هباء منثورا ولم يعرفوا أين يمكن أن يتجهوا. الأرض تلاحقهم والسماء تلاحقهم، ولذلك هذا الذي نريد أن يصل إلى شعبنا وإلى كل المعنيين والمختصين، مهما حاول داعش لا تجعلوه يستخدم أقلامكم وشاشاتكم، ولا تجعلوه من جديد بعبعا يمكن أن يكون هما على شعوبكم. أذهب إلى بغداد وأرحب بالعميد الركن الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الركن يحيى رسول. حيا الله يا سيادة العميد.
مساء الخير أستاذ نجم، تحياتي إليك، رمضان كريم وكل عام أنت بخير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان والسلام على كل ربوع العراق إن شاء الله. وتحياتنا لك سيادة العميد، ونهنئك بداية على المنصب الجديد، وهذا استحقاقك وليس جديدا عليك. وتحياتنا أيضا إلى كل أبناء قطعاتنا العسكرية البطلة. وأبدأ منك بسؤال استفهامي، اليوم انطلقت وبإذنه تعالى عمليات مباركة سميت بأسد الجزيرة في محافظة صلاح الدين، أنا أسأل هنا ما هي الضرورات لهذه العملية وفقا لتقديرات أو معلوماتكم الاستخباراتية؟ ما هي المحاور التي انطلقت منها هذه العمليات، ومن هي القطاعات التي اشتركت في هذه العمليات سيادة العميد؟ أستاذ نجم، احنا لنرجع قليلا إلى وراء، يعني احنا عندما أعلننا النصر على أعتى تنظيم إرهابي على وجه الأرض وحررنا كل الأراضي العراقية، قلنا أنه احنا حررنا النصر العسكري وأنهينا آلة داعش العسكرية، تمام، لكن قلنا في نفس الوقت أنه لا يزال هناك بقايا لفلول أصابات داعش الإرهابي تحاول أن تختبئ هنا وهناك، مستفادة من الطبيعة الجغرافية للمساحات الشاسعة، خاصة في مناطق يعني مناطق غرب نينوى والأنبار وباتجاه كل هذه الصحراء. الصحراء تمثل بحدود ثلث مساحة الأراضي العراقية. المهمة الأولى التي عملنا عليها بعد عمليات التحرير هو مسك الحدود التي تربطنا مع الجارة سوريا بقوة، وأجرينا عليها تحكيمات وتحصينات. لكن رغم هذا احنا ما توقفنا، باشرنا بعدة عمليات أمنية ونوعية، واستطعنا بجهد استخباراتي حقيقة، وكل التحية والاحترام للأجهزة الاستخباراتية، أن نقضي على العديد من هذه العناصر الإرهابية. حقيقة أنا أتأسف على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض من يهول لعملية بائسة من عناصر التنظيم الإرهابي. نعم احنا أعطينا شهداء وهذا شيء مؤلم، لكن هي ليست بالعملية الكبيرة، ولا يستطيع هذا التنظيم الإرهابي أن يمسك بقعة معينة من الأرض. نعم. ممكن في غفلة معينة بطريقة معينة يستهدف قطعاتنا أو يستهدف بعض القطعات بعبوة ناسفة أو رمي مباشر، ونأسف لأن تذهب ضحايا. لكن رغم هذا لو نأتي على المخطط بياني نشوف جد عمليات أمنية ونوعية خاضتها قطعاتنا، وكم قتلنا وكم ألقينا القبض وكم دمرنا من أنفاق وأوكار لإصابات داعش الإرهابي، مقابل بعض العمليات نشاهد أنه كل هذه العمليات النوعية التي تقوم بها قطعاتنا مع الأسف لا توجد من يدعم هذه، مع احترامي للقنوات الشريفة والإعلاميين الشرفاء، لكن عندما يقوم هذا التنظيم الإرهابي بعملية باتجاه نقطة معينة تبدأ وكأنه معركة كبيرة واحتلت الأرض واستباحة الدماء وما شابه ذلك. حقيقة السيد القائد العام للقوات المسلحة وخلال زياراته لوزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وأيضا أخيرا إلى وزارة الداخلية وجه بأن تكون هناك عمليات عسكرية باتجاه استئصال ما تبقى من فلول الإرهابية، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة وفق معلومات استخباراتية دقيقة انطلقت عملية أسود الجزيرة. هذه العملية انطلقت في قيادة عمليات الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينوى بحدود 4 قواطع عمليات انطلقت فيها هذه القطاعات، واشتركت فيها قطاعات الجيش وقطاعات الشرطة والشرطة الاتحادية وكذلك أخواننا في الحشد الشعبي، وهي مسنودة بالغطاء الجوي المتمثل بالقوة الجوية وطيران الجيش، وانطلقت بحدود أكثر من 11 محور مساحة كبيرة، وصولا إلى الحدود مع الجارة في الجمهورية العربية السورية. تمام. خلال هذه العملية استطعنا وفق المعلومات الاستخباراتية قتل عدد من الإرهابيين، وأيضا أحدهم كان يرتدي حزام ناسف، بعد محاصرته فجر نفسه، إضافة إلى ذلك استيلاء على وثائق مهمة، تدمير أحد الأوكار المهمة لهذه التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى
العبوات الناسفة والأسلحة والمعدات. طيب سيادة العميد، هنا يتبادر سؤال، كانت معدل التفجير هنا يتبادر سؤال، نعم، من خلال هذا الجهد والزخم الكبير الذي تؤديه هذه القطاعات المجاهدة في منطقة الجزيرة، يعني من خلال ملاحظاتكم وصور الإرصاد الجوي، هؤلاء في الجزيرة يختبئون في قرى، يختبئون في خنادق، هم موجودين في مواضع، لديهم معسكرات محددة، لو هم هيك سايبين بالصحراء، أي تنطيني صورة عما يجري هناك؟ لا يعني شوف أستاذ نجم، احنا لدينا طائرات مسيرة، لدينا معلومات استخباراتية، وأنا من خلال شاشتكم حقيقة يعني أتقدم بالشكر للأجهزة الاستخباراتية العراقية، عمل دؤوب ليلا ونهار في كل أجهزة الاستخباراتية، ما تبقى هم بضعة فلول يعني محاصرين مختبئين منكسرين في بعض المناطق، في بعض الطيات الأرضية، بعض الكهوف والوديان الوعرة، بعض مناطق سلاسل الجبلية. نفذنا عدة عمليات، يعني قبل أن تنطلق عملية أسود الجزيرة نفذنا عمليات نوعية من خلال ضربات من القوة الجوية، طائرات F-16، نفذنا أيضا من خلال طيران الجيش الأبطال، كذلك عمليات إنزال بقطعات محمولة جوا على أهداف معينة، واستطعنا خلالها قتل العديد من الإرهابيين وقيادات مهمة. وأيضا لا ننسى أنه المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي المقبور، كانت المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى استهدافه وقتله هي من الأجهزة الاستخباراتية العراقية. هناك تطور كبير في الجهد الاستخباراتي. أيضا هم في بعض الأحيان يتخفى يعني بشكل رعاة أغنام، وأيضا هو في مناطق بعيدة ونائية، تعرف هذه الصحراء كبيرة، ضرب من المستحيل أن تمسك بقطعات وتحتاج إلى قطعات كبيرة، لكن تمام. أنت ما تقوم به أولا استطلاع جوي وأن يكون مسلح، أيضا طائرات القوة الجوية وكذلك طيران الجيش العراقي والقيادات، قيادات العمليات، يعني اللواء ركن قاسم المحمدي، يعني أولا نهني، إحنا طبعا اليوم صدر أمر بأن يكون قائدا للقوات البرية، نتمنى له كل الخير، هذا الرجل أحد قادة النصر العراقي الأبطال، وأيضا الأخ قائد عمليات الأنبار، قائد عمليات نينوى، هناك استطلاع مستمر بقوات محمولة ومسلحة تتابع كل شاردة وواردة في هذا الصحراء. طيب سيادة العميد، الآن أيضا سؤال، الآن ما هو العمق الذي تتحرك به هذه الفلول المجرمة؟ من أين يصل لها السلاح؟ من يمولها؟ هل توصلتم إلى الخطوط المفتوحة أو الميسمية أو النقاط التي تعبر منها هذه الأسلحة لتغذي هذه الفلول؟ يعني أولا تعرف السلاح، يعني داعش كان مسيطر على كل هذه المساحات ولسنين طويلة، خلال الفترة اللي مضت من وجوده هناك بعض المخابئ اللي كان يعني واضع بها بعض الأسلحة وبعض المعدات والتجهيزات، نعم، احنا بين فترة وأخرى وفق المعلومات الاستخباراتية دنفذ ضربات وأيضا دنستولي على بعض هذه المخابئ المتروكة، وهي ليست بالكميات الكبيرة. ما نوعية الأسلحة أيضا نجي على موضوع الحدود، اللي يعني هي أسلحة خفيفة ومتوسطة، لا أكثر من هذا، وبعض العبوات الناسفة وبعض المواد تدخل في عمليات التفخيخ والتفجير اللي تركها في بعض الكهوف أو المغارات أو المخابئ اللي أمل عليها. نروح على الحدود، نجي على الموضوع الثاني، على الحدود السورية العراقية. طبعا الحدود السورية العراقية هي بمسافة 605 كيلومتر، ممسوكة بقطعات من الجيش وقوات حرس الحدود وأيضا قوات الحشد الشعبي، وأيضا موضوع التحصين مستمر فيما يخص يعني الأسلاك الشائكة، الخنادق الشقية، أيضا عمل المعرقلات اللي وضعناها كإضافة إلى الأبراج، كاميرات المراقبة الحرارية، وهي مستمرة باستكمال كل ما تحتاجه هذه المناطق، إضافة إلى القطاعات المنتشرة هناك. أنا رحت للحدود حقيقة أي. وشاهدت بعيني الانتشار ومسك الأرض وأيضا انتشار القطاعات والتحصينات والتحكيمات الموجودة هناك. لكن أيضا أنا عندي معلومة يا سيادة العميد، ثقتنا بقواتنا الأمنية وبقدراتها عالية جدا، لكن أنا بحكم ما أسمع أنه النقاط ما بين القطعات في الحدود
متباعدة، والموجود في هذه الحدود أيضا قليل في هذه النقاط. أنت أستاذ نجم، أنت يعني تعرف حدود 605 كيلومتر هي ليست بحدود قليلة. تمام. لو نجي على المناطق اللي داخل الأراضي السورية، لا زال في مناطق شمال غرب سوريا، مناطق شمال الشرق، لا زال عناصر داعش متواجدين هناك ويعملون بحرية، ليس مسيطر عليها بشكل كامل. احنا ما يهمنا انه نأمن الحدود العراقية، وهذا هو الذي جعلني اسأل انه يجب ان تكون تعزيزات اكبر، لانه الخطر في داخل سوريا على العراق ما زال قائما سيادة العميد. اكيد، ومو فقط هذا، هناك سجون بها عشرات الالاف من عناصر داعش تحت سيطرة قوات قسد، وهي ليست مسيطرة عليها بشكل كامل، وهذا ايضا مقلق بالنسبة الينا. ولهذا احنا وضعنا الخطط الكفيلة والدقيقة بأن نحكم ونحصن الحدود وأن نتابع كل تحرك لهذه الأصابات الإرهابية. سابقا حتى نفذنا ضربات بطائرات القوة الجوية العراقية داخل الأراضي السورية باتجاه عناصر تنظيم داعش، وكانت ضربات موفقة. وهل مسموح حتى هذه اللحظة باستخدام القوة الجوية للتوغل داخل الأراضي السورية للقضاء على الإرهاب طالما هو العدو مشترك ما بين البلدين؟ شوف ساد نجم، لو كان هناك أي شيء أو لو كان هناك إحساس بوجود أي خطر باتجاه الأراضي العراقية وباتجاه شعبنا، ما رح نوقف مكتوفي الأيدي. اثنين، احنا أيضا عندنا تنسيق مع الجمهورية العربية السورية في مخصوص موضوع تبادل المعلومات الاستخباراتية. نعم. وموضوع تواجد عناصر التنظيم الإرهابي. طبعا. لكن ما أحب أن أطمئن الجميع بأنه قطاعاتنا البطلة بكافة صنوفها، وأنا شاهدت هذا بعيني، أولاً ماسكة بقوة، الروح المعنوية عالية وكبيرة. والنقطة المهمة في هذا الموضوع أستاذ نجم، نعم، هو اليوم تعاون المواطن. اليوم المواطن رافض لهذه البيئة، قبل كانت أكو حقيقة بيئة لعناصر التنظيم الإرهابي، اليوم هناك رفض بعد الدمار والقتل والتجويع والإرهاب والاغتصاب، شتى أنواع الإرهاب مارسها هذا التنظيم الإرهابي الجبان ضد أبناء شعبنا. نعم. في المناطق اللي تم تحريرها. لكن لا نترك يعني توجيهات السيد القائد العام قوات المسلحة، ووعد خلال زيارته إلى هيئة الحشد الشعبي وكذلك كل الوزارات الأمنية أنه العمليات ستنطلق بقوة ولن نقف إلى أن نستأصل ما تبقى من هذه. طيب. البؤر الإرهابية الآن نحتاج وقت. نعم. نعم، لكن إحنا مستمرين، ثقتنا بكم عالية سيادة العميد. لكن سؤال هنا، كما ذكرت أنت في بداية حديثك أنه الآن 4 قيادات هي تشترك في هذه العمليات في المناطق التي سميتها، كيف يتم التنسيق بين قواطع العمليات 4 حتى لا يحصل تقاطع في الأوامر التي تصدر؟ بمعنى، هل هنالك قيادة عمليات مركزية هي التي تدير هذه العمليات، أم أن كل قاطع عمليات يدير عملياته بنفسه؟ لا ساد نجم، أولا قيادة العمليات المشتركة هي من تشرف أو تخطط وتشرف على قيادة كل هذه العمليات. نعم. تمام. وقيادة موحدة. أيضا توزيع الأدوار لكل قيادة عمليات قاطع مسؤولية. نعم. وهذا قاطع المسؤولية مقسم ب العمل اللي راح تتقدم من خلاله المحاور، وتنسيق عالي ما بين كل المحاور وما بين كل القيادات من خلال قيادة العمليات المشتركة. ومهم جدا اليوم يعني أستاذ نجم موضوع وحدة القيادة والسيطرة، عندما تكون تمام. لديك وحدة قيادة وسيطرة، هذا الذي يعني تضع الخطط وتشرف على هذه الخطط. نعم. وأيضا في نفس الوقت مدعومة بالجهد الاستخباراتي والمعلومات الاستخباراتية، التناغم وأيضا التنسيق العالي ما بين القيادات، سواء قيادات العمليات التي تشترك أو الأجهزة الأخرى والقطاعات الأخرى التي تشترك، هذا تنسيق عالي والأدوار موزعة بشكل دقيق ما بين كل القيادات والمحاور التي تنطلق، وبدقة ومهنية عالية جدا. سيادة العميد، يعني طلابتنا ويا داعش صار لها سنين وتعودنا على الأساليب التي كان يستخدمها داعش،
الآن وأنتم تخوضون هذه المعركة وعلى مقربة كاملة وبتصادم مباشر مع هذه القوى، هل تلحظون أن هذه التنظيمات أو ما تبقى منها من بؤر شاذة تطور في استراتيجيات معينة، أم أنها تحاول أن تعلن لمجرد الإعلان بمعنى أنها لا تمتلك شيء، أم أنه هنالك لاحظتم استراتيجيات جديدة ينتهج هذا التنظيم؟ يعني تقريبا عن الأسلوب اللي دا أشوفه، يعني خلال كل التجربة اللي خضناها مع إصابات داعش الإرهابي تقريبا رجعوا للأسلوب القديم، هو موضوع يعني استغلال أي فرصة للغفلة، مجرد أنه يصل رسالة إعلامية أنه أنا موجود وقادر على أن أقوم بعملية إرهابية. إحنا لا نستهين بعدونا، لهذا لدينا مقولة في الجيش تقول خير وسيلة للدفاع هي شنو؟ الهجوم. نعم. وعليه يجب الاستمرار بعمليات المطاردة والملاحقة، وهذا ما تعملون عليه. إحنا أدنى نعم، لكن نعم. أيضا أدنى مناطق مؤشرة، لدينا جهود استخباراتي. بما تقوله أنت دقيق جدا، أنه هذا التنظيم يعمل على استغلال أي فرصة ممكن أن تكون متاحة. نعم. لذلك البعض انبرى وقد كتب، وهي آراء نحن نتعامل معها ونحترمها. نعم. سواء اتفقنا عليها أو اختلفنا معها، هنالك من يقول أنه هذا التنظيم بالأسلوب الذي تتحدث عنه استغل إعادة انتشار القوات الأمريكية في هذه المنطقة وبدأ يعيد نشاطه. إلى أي مدى هذا الرأي ممكن أن تتفقون معه أو تختلفون؟ لا أنا ما أتفق وياه 100%. لا ما أتفق وياه، لأن أنا اللي لاحظت خلال الفترة، أولا إحنا اليوم نمتلك قدرات تختلف عن عام 2014، نمتلك قوة جوية، نمتلك طيران جيش، نمتلك أجهزة استخباراتية، لدينا قيادة، قطعات برية بطلة قاتلت وقارعت وحققت النصر. اللي طبعا بالمناسبة أستاذ نجم، أنا ذهبت بعد تحرير مدينة الموصل إلى أمريكا، والتقينا في مراكز بحوث عديدة، وعندما كنا نشرح لهم أنه شلون حققنا النصر وشلون طردنا داعش وحققنا النصر على هذه الأصابات الإرهابية، الخبراء اللي كانوا هناك كانوا مخططين أنه في حال أنه نريد نحرر الأراضي العراقية نحتاج من 8 إلى 10 سنوات، لكن احنا بثلاث سنوات وكم شهر استطعنا نحرر كل الأراضي العراقية. أنا أتذكر كنا في محاور القتال، واليوم حقيقة كنا برفقة السيد معالي وزير الدفاع زيارة لقيادة عمليات كربلاء المقدسة، والتقى بقائد العمليات وقادة الأجهزة الأمنية وآمري التشكيلات والوحدات، واستذكرنا وجه سيادته بضرورة الاستمرار بملاحقة هذه العناصر، عدم الغفلة، التنسيق العالي، ومطاردة ما تبقى من هذه الفلول الإرهابية. أتذكر في محاور عديدة عندما كنا نقاتل هذه التنظيمات الإرهابية، يعني في محور واحد أكثر من 20 عجلة مفخخة تجي عليك. الآن هذا التنظيم ما عنده هذه القدرة، ما عنده هذه القدرة، لكن لا تترك هذه التنظيمات الإرهابية. علينا الاستمرار، علينا المطاردة، علينا الملاحقة، وعدم ولذلك يا سيادة العميد التنظيمات الإرهابية جبانا. يا سيادة العميد، ممكن في أي مكان آخر من العالم وأن تطور وأن امتلك نواصي عديدة للعلم من حقهم أن يتفاجؤون، لكن نحن لا نتفاجأ بكم لأننا أو لأنكم عودتمونا دائما أنكم تنتصرون. ولذلك هنا أسأل، في قيادة العمليات المشتركة أو في التخطيط أو في اللوجستيك أو في الاستراتيجيك الذي تعملون عليه في هذه المعركة، هل يشترك معكم مستشارون من العمليات أو من القوات التحالف الدولي، أم أنتم الذين تقومون بكل هذه المهام لوحدكم؟ أستاذ نجم، أنت يعني تعرفني، أكيد تعرفني، وأني أنا كنت في قيادة العمليات المشتركة. نعم، في قيادة العمليات المشتركة، ومطلع على كل الخطط التي وضعت عندما تبدأ هذه الخطة من الفكرة، فكرة العمليات، ونبدأ بالتخطيط لها ورسم المحاور والاتجاهات، وبعد أن ننتهي من الخطة نبدأ بتوزيع الأدوار على القطعات
وقيادات العمليات. تمام. كل خطط من الفكرة، من المعلومات الاستخباراتية، من وضع الخطة، من الإشراف والقيادة، هي كلها بأيادي ضباط عراقيين أكفاء وأبطال. تمام. وحتى في معارك التحرير. نعم. لم نحتاج أي جندي أجنبي على الأرض، أعطينا دماء، أعطينا أي. تضحيات من كل قطاعات المشتركة العراقية، سواء من الجيش، من الشرطة الاتحادية، من جهاز مكافحة الإرهاب. نعم. من الحشد الشعبي، العشائري، الكل اشترك وكان يد واحدة وقلب واحد، وحققنا النصر. لهذا أؤكد لك وأؤكد للجميع، كل خطط التي تضع، المعلومات الاستخباراتية، رسم الخطة، الإشراف، القيادة، تحقيق يعني انطلاق العمليات، هم كل الكل هم من أبناء القطاعات المشتركة العراقية. طيب سيادة العميد، قبل أيام السيد القائد العام للقوات المسلحة زار مقر قيادة الحشد الشعبي والتقى في بعض من قيادات هذا يعني الحشد الشعبي، يعني ما هي مستويات أو طبيعة التعامل مع قوات الحشد الشعبي في ظل الظروف الحالية؟ هل هنالك رؤية للتعامل مع هذه القوات وفي هذه المرحلة أو في المراحل المقبلة؟ نعم صحيح، أنا كنت برفقة السيد القائد العام للقوات المسلحة عندما زار هيئة الحشد الشعبي والتقى مع قيادات الحشد الشعبي. نعم. حقيقة الزيارة كانت أنا أعتبرها مهمة في هذا التوقيت. نعم. وأيضا كان السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني السيد فالح فياض متواجد، وتكلم السيد القائد العام بشكل دقيق أنه الحشد الشعبي هو من ضمن المنظومة العسكرية العراقية. الحشد الشعبي لديه قانون، وهذا القانون يقر في البرلمان وهو الإطار الأساسي. تمام. اللي نعمل عليه. اثنين، الحشد الشعبي أنا يعني عملت مع كل محاور القتال ومن ضمنها محور قتال إخواننا في قوات الحشد الشعبي، كانوا ولا زالوا مقاتلين. نعم. أشداء، أعطوا دماء، أعطوا تضحيات، وحقيقة شاهدت مدى البطولة والاندفاع والوطنية العالية بعمليات التحرير. لهذا الحشد الشعبي هو سند وظهير قوي، وهو مشترك معنا بالكثير من المناطق، وإلى دور مهم حتى بعملياتنا اللي انطلقت الآن، عملية أسود الجزيرة. قوات الحشد الشعبي أيضا متواجدة وتعمل ضمن محاور التفتيش والمتابعة والملاحقة. سيادة العميد، أنا أعرف أنت عندك التزامات كثيرة، ويمكن بارك الله بيك على تلبية هذا الدعوة، ولكن في سؤال أخير، هل يلفت نظرك سيادة العميد أن هذه المرة الخلايا الإرهابية التي جعلت أو اختارت صلاح الدين أن تكون مقراً لعملياتها أو انطلاق عملياتها، يعني ماذا تقرأ هذه المرة من صلاح الدين، وقد تعودنا في أغلب الأحيان أن تكون نينوى أو الأنبار؟ لا، هو مو موضوع اختيار. شوف أستاذ نجم، نعم، احنا مأشرين بعض المناطق اللي تتواجد فيها البؤر الإرهابي. احنا خلنا نجي نوضح، يعني احنا لو نجي على مناطق، نعم، شمال صلاح الدين ووصولا الى جنوب كركوك، مناطق جنوب كركوك اللي هي الحويجه والرياض. نعم. وكل هذه المناطق، مكحول، حمرين، هذه ترتبط ارتباط وثيق مع صلاح الدين، مع كركوك، مع ديالى، وباتجاه حتى حديثه وهذه المناطق ونينوى. نعم. هذه المناطق، اكو بعض المناطق اللي الطبيعه الجغرافيه مالتها، ايضا عمليه انفتاح القطاعات ممكن تتواجد فيها بعض هذه الخلايا. نعم. شوف أنا قلت لك قبل شوية يعني في كلامي، هذا العدو هو عدو ما يجي وجهك وجه لوجه، هو يستغل فرصة، ما عنده القدرة، ما عنده القابلية. أولا جففنا المنابع مالته. اثنين، هو يعاني بشكل كبير، مختبئ، منكسر، لكن يحاول أن يبث رسالة إعلامية، أن يقوم بعمل هنا وهناك. يبث رسالة إعلامية أنه متواجد، الغاية الرسالة الإعلامية لا أكثر، لكن أنا أشرت في كلامي نحن سنستمر. توجيه السيد القائد العام قوات المسلحة واضح وصريح. نعم. أنه ستنطلق عمليات، وهذه العمليات ستشترك فيها كل القطاعات المشتركة العراقية، ولن نتوقف إلى أن ننهي ما تبقى من هذه البؤر الإرهابية. العميد الركن يحيى رسول، الناطق
الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد. شكرا جزيلا استاذ نجم، لكن فقط للتنويه انا عميد وليس عميد ركن. تحياتي واحترامي. ان شاء الله تصير ركن قريبا، قد يكون هذا فعل حسن. شكرا جزيلا. وتستحقها مشاهدينا الكرام. يعني هكذا الحديث مع الابطال ممتع، والحديث مع المنجز اكثر امتاعا، ولكن في سياقات الحديث التي ادلى بها المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة وقال حقيقة يجب أن نتوقف عندها لنقارنها بسنين قد خلت، أنه اليوم القيادة العامة للقوات المسلحة وقادة العمليات يقدمون الشكر لما قدمه عشائر الأنبار وصلاح الدين ونينوى بالتعاون مع القوات الأمنية، وهذا يحيلنا إلى الصورة التي حصلت والتي فيها كانت ضبابية كثيرة في عام 2013 وفي عام 2014. هسه هذا التوصيف أنا يقودني إلى قضية، أنه الآن يجب الاهتمام بشرائح هذا المجتمع التي تمزقت بفعل الأعمال الإرهابية، وضرورة تعويض هذه المناطق، وضرورة إعادة النازحين، وضرورة تقديم الخدمات إلى الحد الذي يجعل أو يعيد أو ينتج روح المواطنة لهؤلاء الناس الذين جربوا الأمرين في ظل الإرهاب، وهم اليوم يقدمون عربون محبة وإخلاص لهذا الوطن، وإن كانوا غير متفضلين بغض النظر عن الخلافات هنا أو هناك، نختلف سياسيا عقائديا، لكن لا نختلف على حب الوطن، ولا يمكن للوطن أن نسلمه إلى أي جربوع، سواء على مستوى السياسة أو على مستوى الإرهاب أو على مستوى الأمن في أي قضية. لا يمكن أن يغفر لك بأنك تساوم على عقيدتك أو على بلدك أو على وطنك، حتى لو اختلفت مع كائن من يكون. مشاهدي الكرام، يعني خلوني شباب نروح فاصل حتى يجهزون الضيف الآخر بالاستوديو، لأن أنا عشرات بل مئات وآلاف الرسائل تصلني من طلبتنا في المدارس الإعداديات المتوسطة الابتدائية، شلون راح نمتحن وشلون راح نقعد. خلوني أذهب بعد الفاصل، أعود إلى الفاصل. شباب عمر الضيف مال بغداد بعد الفاصل، خلونا يعني ثواني فاصل حتى أعود مرة أخرى إلى بغداد للسيد فلاح القيسي لأتذاكر معه، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة التغيير، احييكم من جديد واعود اليكم في النصف الثاني من الساعة الاولى وبرنامج من بغداد. وكان من المفروض ان يكون في استوديوهاتنا من بغداد السيد فلاح القيسي مدير عام تربية بغداد الكرخ الاولى. الرجل يعني عندما اتصلنا به كان متحفزا ان يكون في البرنامج، ولكن هو الرجال معزوم على فطور في منطقة ويبدو لي تأخر، والشباب بالكنترول يقولوا لي احنا ممكن ان ناخذ السيد فلاح القيسي مدير عام تربية الكرخ الاولى بفونو اتصال لنستفهم منه كيف تجري الامور، خصوصا اننا وطالبتنا قلقون جدا من الامتحانات وكيف ستتم هذه الامتحانات. انا قلت قبل الفاصل انه وصلتنا الان الاف الرسائل من الطلبة، شلون راح نمتحن، شنو هي المواد، شلون كذا شلون كذا، فلذلك نريد على اقل تقدير ان نوفر لهم اجابات، وخلف الله على الطيبين يجاوبونا، لينسوها الله يسترها من شانت لا تجاوب ولا تحكي ولا تسولف، وظلينا احنا بين حانة وبين مانة، ضاعت الحانة، لان هذا مستقبل ابنائنا، ومستقبل ابنائنا يعني مستقبل وطننا. فلما نريد نسأل ما نستجدي ولا نستجدي من احد، طالما ان نسأل في حقوق الناس وفي حقوق المواطنين. جاهز الاتصال يا شباب؟ الان الولد الشباب يقولوا لي انه جاهز الاتصال مع السيد فلاح القيسي. ما اعرف اذا اقدر احكي وياه يا ولد. السلام عليكم استاذ فلاح. عليكم السلام ورحمه الله استاذ نجم. تحياتي وتقديري علينا وعليك وعلى كل شعبنا. انا كنت اتمنى اليوم، وانا قلت قبل الفاصل انه انت راح تكون معانا بالاستوديو، لكنه ما اعرف شنو الظروف التي المت. يعني كلش اعتذر والله بالطريق، يعني داخل على بغداد ويعني ما اقدر، انا قلت انه خارج بغداد. ربي يسلمك. ولذلك ابدا من سؤال، متى وكيف ستتم الامتحانات النهائيه لهذا العام يا دكتور فلاح؟ نعم، شكرا استاذ نجم، شكرا لقناه التغيير، وكل عام والشعب العراقي والامه الاسلاميه بالف خير بالمناسبه. وانت بالف خير ان شاء الله. المبارك علينا جميعا. يعني بالحقيقه كل الامتحانات تتعلق بخليه الازمه. يعني مهما كانت هذه المواعيد اللي انطرحت من قبل وزارة التربية ومن قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات تتعلق في خلية الأزمة، وانت تدري يعني مع كل الأسف ان الأعداد في بغداد تزايد يوم بعد يوم. وهذا الوضع يعني بالتأكيد احنا لا يمكن ان نؤدي الامتحانات تحت هذه الظروف. لا يمكن ان تؤدوا الامتحانات تحت هذه الظروف. تحت هذه الظروف. أي. ما لم تسمح خلية الأزمة بأداء الامتحانات. زين، يعني ما أفهم لماذا يعني خلية الأزمة شو تريد تسوي؟ ما احنا الآن يوميا نقرأ البيانات ونشوف البيانات. نعم. ونعرف الواقع، وبالذات في المناطق الشعبية المكتظة سكانيا. نعم أستاذ نجم، تدري احنا يعني مدارسنا وخاصة بالمناطق الشعبية في بغداد وحتى على مستوى المحافظات، أي؟ يعني يطلب تهيئة الأجواء المناسبة للامتحانات، ويطلب أيضا يعني تعفير المراكز الامتحانية، أيضا المفروض عدد الإصابات قليلة، لأن يعني اليوم أكو خطة لخلية الأزمة ولوزارة الصحة أنه عزل بعض المناطق عن الأخرى خلال الأسبوع القادم. راح تبدي من باكر، راح تبدي عزل 6 مناطق في بغداد من باكر. نعم، فهذا شلون راح تجرون الامتحانات يا أستاذ فلاح؟ استاذ فلاح تسمعني؟ هذه الجداول حتى الطالب. نعم استاذ نجم، حتى الطالب يعني لا يظل يعني مبهم. يجوز احنا الاسبوع الاخر ازمه كورونا تنتهي وقضيه الازمه، يقولون الدوام 100% راح نحدد الامتحانات، لكن طالما يعني الموضوع ما محسوم لحد هذه اللحظه. وهنالك عزل للمناطق وهنالك اصابات تتزايد على مستوى العراق، أنا أعتقد يعني بالتأكيد سيتم تأجيل الامتحانات إلى موعد آخر. يعني أنت تعتقد نحن لا نستطيع أن نقرر نيابة عنكم، ولكن نتذاكر معكم ومن خلالكم. يعني في الظروف الاعتيادية اللي صارت العام، وأنت صريح وأني يعني هم صريح، أنت تعرف الآن في المناطق
وفي مدارس بالمناطق الشعبية يا أخي الصف ما بي بنكه. شلون يمتحن هذا الطالب في ظل ظروف الآن درجات الحرارة عبرت 41؟ شلون؟ أستاذ نجم، نعم أنا أقول لك تحت هذه الظروف الجوية وموضوع كورونا، يعني إحنا ما كنا نتغلب على الظروف الجوية من خلال تهيئة يعني المراكز الامتحانية، إحنا مو كل المدارس يعني مثلا مبيها بنكات ومبيها مبردات، نقدر نستعين المبردات والبنكات بالمدارس اللي بيها ونهيئ الأجواء المناسبة. تمام. لكن أنت قول لي هل إنه خلية الأزمة قادرة أو تسمح لنا بأداء الامتحانات؟ هذا الموضوع أنا أعتقد غدا يعني باجتماع مجلس الوزراء السيد وزير التربية أستاذ علي راح يطرح هذا الموضوع. زين. وراح ننتظر إحنا قرار يعني خلية الأزمة. الآن قبل قرار خلية الأزمة، أنتم الجهة القطاعية المختصة، أنتم القيادات الرئيسية في بغداد وفي الوزارة على عموم العراق، أنتم ماذا بأي اتجاه قراركم؟ هل مع تأدية الامتحانات أم لا؟ وإذا أردتم أن تؤدون الامتحانات ما هي ضمانتكم في الحفاظ على ولد العالم؟ أستاذ نجم، أنا مثل ما يعني ما ذكرت، احنا كمراكز امتحانية كتهيئة لكل المستلزمات كل مراكزنا الامتحانية جاهزة، كل مراكزنا. لكن شنو الآلية؟ شو راح تسمح لنا وزارة الصحة وخلية الأزمة؟ شنو المطلوب من ان احنا نوفرها؟ تدري هذا يتعلق في موضوع خلية الأزمة. يعني هو انت ما مطلوب منك توفر لقاح يا استاذ مشكلة. يا استاذ فلاح، انت ما مطلوب منك توفر لقاح، انت هن مدارسك ورحلاتك قبل النفسل وكادرك نفسك وطلابك نفسهم، لكن خلية الأزمة ما الذي عليها أن تقدمه لكم لتكونوا أنتم وطلابكم مطمئنون؟ شو تسويكم يعني؟ شنو اللي يخليكم أو تعطيه لكم خلية الأزمة لتمارس الامتحانات باطمئنان؟ شنو المطلوب منها؟ توفير المستلزمات المطلوبة، تعفير المراكز الامتحانية، توفير الكمامات، توفير الأدوات التعقيم، يعني هاي كلها أستاذ نجم. يعني أنا أعتقد حتى التجمعات والسيارات اللي داخل الكوستر أكثر من خمس نفرات داخل السيارة ما تسمح لهم خلية الأزمة. إحنا عندنا يعني أكثر من 14,000 طالب فيما يخص امتحانات الخارجية صراحة عندنا ثانية. ما راح نتحدث عن الامتحانات فيما يخص المراحل المتأخرة، يعني احنا اليوم يعني مقبلين على امتحانات الطلب التمهيدي للامتحانات الخارجيه. انا اعتقد انه ننتظر الخبر غدا، يعني راح يقدم السيد وزير التربيه الى مجلس الوزراء فيما يخص خليه الامر، فيما يخص هل بالامكان اداء الامتحانات او بالامكان انه ناجلها يعني الى فتره اخرى لحين ما يعني تنخفض اعداد المصابين، يعني سواء على مستوى بغداد او على مستوى العراق. يعني الان هسه هذه طلابه، اذا انا سالتك الان بكونك انت مختص وعندك اولاد طلاب وولد اخوك طلاب وجيرانك طلاب وقرايبك طلاب، هل تعتقد انه منصه التواصل العلمي التي استحدثت بناء على هذه الظروف كانت من الاهميه والفعاليه التي اوصلت المعلومه كما يراد لها الى الطالب وبالتالي هيئته لكي يمتحن لو اريد اللفلفه شلون ما كان وتمشي؟ لا يعني طبعا بالتاكيد يعني المنصات يعني هي يعني مبادره جيده استاذ نجم، يعني حتى انا ما ابخس بعمل كل المعلمين والمدرسين اللي جادوا خلال هذه الفتره بايصال المعلومات، بس تقول لي هل انه كل الطلاب قادرين على استيعاب هذه المعلومه؟ يعني جنابك تعرف الطالب بالصف مو مثل الطالب انت قاعده على 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 موبايل حجمه صغير او على تابلت ويقدر ينتبه على الدرس ويقدر يشارك. بهذا بالتاكيد كل علماء النفس، كل علماء أساتذة التربية يقول لك المعلومات ما توصل بهذه الطريقة أكثر من 30-40%، لكن إحنا كمحاولات يعني حتى نواصل التعليم مع أبنائنا الطلبة ونخليهم خلال هذه الفترة يتواصلون مع معلميهم ومدرسيهم. نعم. من خلال إعطاء الدروس إيش قاعد تريد تقول؟ 30% أحسن من 0%، 40% إحنا وصلنا المعلومات. لكن هذه أنت يا دكتور خليني أستفاد من شجاعتك. يعني هذه المعلومة الآن يعني هذه المنصة بالعالم كادت أن توصل 30-40-50، لكن بالعراق ماكو إنترنت. يعني هي شبكة الاتصالات والوزير وجهة الاتصالات يقول لك يابا ماكو إنترنت.
الانترنت ضعيف، الانترنت يقطع، الانترنت ما يستفاد، فما جاي توصل المعلومة الى الطالب، وبالتالي احنا نحمل المسؤولية انه احنا اعطيناك مادة ما تشوف بها اشحاف. هي منصة نيوتن الحلو بها استاذ نجم، الحلو بها انه هاي تنزل بالموقع، يعني طالب اليوم اذا بالعشرة ما قدر يفتحها، ممكن بالدعش، ممكن بالثناعش، المهم انه طالب يقدر هذا الدرس هو راح يقرا، اذا ما افتهمه راح يرجع على المحاضره اللي مقصوده يعني داخل الموقع. هذا احنا ممكن يعني استفادينا من هذا، اما كبث مباشر والطالب لازم يشارك ولازم يفتح الانترنت، لا ما اعتقد، يعني احنا عندنا مشكله كبيره وتدري يعني هي لم تكن تفاعليه. زين طيب، حد استفاد من الوقت يا استاذ فلاح، انتم الان مدارسكم بالكرخ الاولى والثانيه والرصافه الاولى والثانيه وكل المديريات السته هي بالاصل بيها زخم عالي من الطلبه. الان اذا اردتم ان تقيموا الامتحانات وتجعلون بين طالب من اليمين متر ومن الامام متر ومن الخلف متر، زين شلون راح تسوونها؟ وجبات؟ لا احنا سويناها، يعني انا راح اتحدث لك عن الامتحان الخارجي والطلاب المراحل المنتهيه، يعني الصف ما راح يتجاوز اكثر من 10 طلاب. الصف يعني ليش بقول لك؟ اي الصف ما راح يتجاوز اكثر من 10 طلاب. زين، فلذلك احنا مسيطرين، يعني انا اقول لك كتنظيم. زين كيف يعني هسه انت تعطيني مثلا عندك مدرسه بيها 300 طالب وعندك 6 صفوف؟ لا لا انا احكي لك عن امتحان فقط، الامتحان انت الخارجي ما بيزخم، الخارجي ما بيزخم طلاب، المدرسه ما تلعب بها اكثر من 80 طالب. شو ال 80 طالب؟ فيما يخص المراحل المنتهيه سواء الثالث او السادس. اي فال 80 طالب راح اوفر لنا مدرسه كامله بها 6 صفوف او 8 صفوف. تمام، وياي استاذ فلاح مو؟ اي نعم. فما عندي مشكله بها. ما عندك؟ يعني مراكزنا ان شاء الله يعني جاهزه، لكن تدري يعني احنا ما نقدر نتخذ هذه الخطوه بتجميع الطلبه اذا ما نستحسن الموافقات الاصوليه من خلية الازمه، لان احنا نعرف التعليمات، التجمعات ممنوعه، ركوب السياره اكثر من 5 نفرات ممنوع، الكوسترات ممنوعه، اي تجمع، المقاهي، الكازينوهات، نعم، كلها ممنوعه. نعم، فاحنا بالتاكيد هاي الاعداد الضخمه من الطلاب يجب ان نستحسن الموافقات، وقد يكون هنالك ارشادات من قبل خليه الازمه يعني نستفاد من عندنا احنا يعني كمديريات التربيه وكوزاره التربيه. في لقاء سابق انا وانت يا استاذ فلاح كنا نتحدث لما كانت سهى وزيره الله يستر عليها، وقلنا وانه الطلبه كان من المفروض ان يتم شمول جميع الطلاب، وقد حصل مثل هذا في ظروف ليست مثل هذه الظروف. الان لماذا استثني الذين لم يمتحنوا نصف السنه؟ وهؤلاء ذولا الطلاب كانوا مشاركين في التظاهرات، ليش الا امتحن نص السنه؟ يلا ليش ما تم شمول جميع الطلبه المراحل المنتهيه بالدخول الى الامتحانات؟ نعم استاذ نجيب، القرار تدري جانا من مجلس الوزراء، كل الطلبه المفصولين يعادون الى الدراسه، الكل، اي طالب انتظم بالدوام، اي طالب انتظم بس سجل، بمجرد سجل انتظامه بالدوام يدخل البكالوريا، بس اكو طلاب عندنا نهائيا ما جو. يقول لك قرار يعني اذا ما ممتحن نصف السنه ولا بعد القرار، اذا ما ممتحن نصف السنه ما يدخل. زين انت تقول امتحن الفصل الاول او الشهري يدخل، ونص السنه؟ نص السنه اكو بعض يعني اكو مثلا ناس عندها تقارير طبيه ما قدروا يجون، اكو ناس سافروا يعني لازم ممتحن نصف السنه، لازم يكون ممتحن نصف السنه يلا يدخل اول كورس الاول، اول كورس الاول. زين عدى الكورس الاول وما عدى نصف السنه يدخل؟ بعض المدارس يقول لك لا الا عنده نصف السنه. شنو القرار؟ يراجعون المديريات، واحنا هاليومين هاي راح تجينا تعليمات من مديريه التقويم الامتحانات وشمول كل الطلبه. استاذ نجم يعني صدق بالله احنا كوزاره وكمدراء عامين حريصين، حتى لو طالب واحد عنده ظرف نستثنيه ونخليه يدخل. يا اخي هي اكو اقسى من هاي الظروف يا استاذ، يا دكتور، هو اكو اقسى من هاي الظروف، اكو اقسى من هاي الظروف، وقاموا يشترطون الفصل الاول نص السنه. زين هي هم انتفاضه وهم ثوره وهم وباء
وهم تقشف وهم أزمة مالية ويجي يسولف لك يريد لك شروط على الطالب، وهي تلزق شغلتها بالتربية السنة كلها تلزق، لأن هاي الظروف اللي مرت بالدنيا كلها. لا ما افتهمت غزان، العفو استاذ نجم، يعني حتى صوره توضح لكل المستمعين والمشاهدين. نعم احنا اي طالب سجل وامتحن، يعني حتى اعتبر طالب، زين اكو طالب نهائيا السنه ما اجى، يعني لا 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 هو انفصل ولا هو يعني مداوم حتى ينحسب، نهائيا ما اجى، هذول فقط اللي من جملهم، اما البقيه انا اجتني رسائل من مجموعه من الطلبه يا استاذ يا دكتورنا العزيز، قالوا راجعنا المدارسنا، قالوا انتوا اذا ما ممتحنين نصف السنه ما تدخلون بكالوريا، وممتحنين الشهر الاول وممتحنين الشهر الثاني، بس بنصف السنه يقول احنا كنا بالتظاهرات ما اجي انا داومنا. اللي ممتحنين استاذ نجم، هذا خذها من عندي، اجى قرار اللي ممتحنين الكورس الاول واللي ممتحنين الفصل النصف السنه هذول مشمولين كلهم حسب قرار هيئه الرأي اللي اجتمع بالسيد الوزير الجديد وصار قرار شمولهم كلهم. يعني نبلغ طلبتنا عن لسانك، اذا ممتحن الفصل الاول وما ممتحن نصف السنه يدخل بكالوريا. يدخل بكالوريا. يعني دكتور انا كنت اتمنى ايضا اشوفك صوره وصوت، لان مشتاق اشوفك، وكنت اتمنى يكون عندنا وقت طويل اطول من هذا، بس انا اتمنى منك دكتور على الواتساب تبعث لي نص القرار مال هيئة الرأي بهذا الموضوع حتى النشره للطلبة او النزلة عندنا بنشرات الاخبار او بالبرنامج. الدكتور فلاح القيس البارحة نعم. البارحة نعم. كان القرار، يعني ننتظر، تدري كل قرار يطلع فيه تعليمات، فتوجهت الى مديرية التقويم الامتحانات، يعني ان شاء الله خلال هاليومين هذا تقويم الامتحانات يصدرون تعميم الى كل مديريات التربية بالعراق، ورح أدلك نسخة من هذا إن شاء الله. ربي يسلمك الدكتور فلاح القيسي مدير عام تربية الكرخ الأولى، شكرا جزيلا. شكرا أستاذ نجم، الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت الساعة الأولى مع عدد من الأخوة المسؤولين والموضوعات ذات الأهمية التي طرحناها لكم. أخذ هذا الفاصل وأعود مرة أخرى إلى بغداد ولقائي مع السياسي المستقل الشريف علي ابن الحسين. بعد الفاصل نسولف براحتنا. من جديد اهلا بكم مشاهدي قناة التغيير. الساعة الثانية ايضا اعود بها الى بغداد لمناقشة الملف السياسي، وانا دائما اؤكد مهما كثرت الخطوب ومهما تعاظمت الرزايا ومهما دخلنا في عنق الزجاجة، يبقى يستحضرني ويستحضركم ويحدو بنا وبكم الامل تحت عنوان ما ضيق العيش لولا فسحة الأمل. العراق مرت به ظروف عصيبة وكبيرة وخطيرة، ولكن الذي نعول عليه دائما هو إرادة وقوة وصبر وتفاؤل هذا الشعب الذي استطاع أن يسحق كل الخطوب وكل الرزايا ليصل في الآخر محققا انتصاره بإرادة عراقية كبيرة. واليوم ونحن نعيش الحكومة السادسة أو السابعة التي يقودها السيد الكاظمي، ما زلنا نمني النفس بأننا سنعبر، وأنا متأكد بأننا سنعبر إلى الضفة الأخرى إذا ما استطاع السيد الكاظمي أن يلملم أوراقه بشكل دقيق ويقرأها ومن معه وبمعيته قراءة دقيقة، لأن الظروف الحالية تحتم أن يكون لدينا قائدا، وقائدا استثنائيا من طراز خاص، وسياسيون وقوى سياسية تتمتع بنكران للذات عالي. محاور عديدة في هذا المضمار أناقشها مع ضيفا عزيزا من استوديوهاتنا في بغداد الشريف علي ابن الحسين. سلام عليكم سمو الشريف.
وعليكم السلام، مساء الخير. يعني وإن كانت متأخرة نتقدم لك بالتعازي القلبية بوفاة والدتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بجناته وبرحمته الواسعة سمو الشريف. شكرا جزيلا، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم الشكر والامتنان لكل الذين قدموا إلينا التعازي ومواساتهم إلينا في هذا المصاب الجلل. ربي يوفقك. وأبدأ من سؤال يعني أنت أقدر على الإجابة عليه، وأنت تلحظ والشارع يلحظ أنه في عهد الكاظمي أو بداية عصر الكاظمي نلاحظ أن هنالك فسحة أمل قد تولدت لدى الشارع العراقي بهذا الرجل بناء على حركته على الأرض أو مجموعة القرارات أو ما يبثه عند الناس. هل تعتقد السيد الكاظمي سيكون بمستوى هذه المهمة، أم من الأزمة والأزمات هي أكبر منه ومن إمكانياته وأكبر من الجميع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ولو نحن لازلنا في بداية فترة رئيس الوزراء وفي أول أيام، ولكن من الواضح أن يوجد نشاط لديه في إصراره على العمل الدؤوب والسريع لحل كثير من المشاكل المعلقة لدى إدارة الحكومة. وممكن أننا مثلا نقارن هذه أول أسبوع مقارنة بالحكومة الماضية، لأبرز إنجازات كانت رفع الصبات فجرا حول بغداد بإشراف رئيس الوزراء، وهذا رئيس الوزراء فورا التقى وذهب إلى وزارة الداخلية وزارة الدفاع الحشد الشعبي. فواضح أن هذا الرئيس الوزراء يعني يتحضر للنشاط والعمل من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحل مشاكل العراق. يعني هذا هو الذي ردته أنا تماما ليكون مدخلا إلى حواراتنا، اهتمام دولة رئيس الوزراء من الوهلة الأولى بجهاز مكافحة الإرهاب وتعيين قائدا جديدا له بعد أن أقصي منه، لقائه بوزارة الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، الحشد الشعبي، هذا يوحي أو هل يوحي لك أنه القائد العام للقوات المسلحة يريد أن يرسخ أركانه في هذه الوزارات لأنه مقبل أو سيقبل أو يفكر باستخدامها ضد الميليشيات أو الخارجين عن القانون؟ هل الرسالة بهذا الشكل سمو الشريف؟ لا أعتقد هذا الشيء. من الواضح أن رئيس الوزراء لديه قدرات دبلوماسية وسياسية للتعامل مع الأطراف السياسية العراقية المختلفة، وقد أقنع جهاد كانت رافضته بشكل قوي جدا أن يقبلوا به. فلا أعتقد أنه هو من النوع الذي يعني يعمل للفرض إرادته بالقوة، ولكن كدولة وكحكومة يجب أن نعيد الهيبة إلى مؤسسات الدولة، والهيبة تنطلق من احترام القانون ومن احترام قدرة الحكومة على فرض القانون. وفرض القانون يأتي من قبل الأجهزة الأمنية كالشرطة والجيش والمؤسسات الأخرى. فهيبة الدولة وإرادة الحكومة تنبثق من الانضباط الداخلي والتعامل الكل باحترام وداخل يعني يتعاملون مع في ظل القانون، نعم، وليس خارج القانون وليس خارج إرادة الدولة. وربما أيضا لأن رئيس الوزراء خبرته في المجال الإداري في الحكومة خبرة أمنية، ولو هو كان تاريخه كله صحفي ولا ننسى هذا شيء، وكان يهتم بحقوق الإنسان والإعلام، ولكن يعني بتعيينه مثلا دكتور علي علاوي ممكن أنه يعتمد على الأكفاء من أجل إدارة ملفات أخرى ليس باختصاصه. طيب أجي على قضية، يعني لديك اعتراض
على علي علاوي مثلا، ما فهمت هاي النقطة تماما. لا لا بالعكس بالعكس، قلت ان تعيين دكتور علي علاوي يعطي المجال واضح لرئيس الوزراء طيب. ان يركز على القضايا الأمنية. يعني فيما انت ذهبت اليه تتفق ويتفق معك الكثيرون على انه السيد الكاظمي يمتلك قدرات دبلوماسية في التعامل والتعاطي مع الأزمات والخلافات. السؤال هنا، وضعا يصفه الكثيرون في العراق على أنه وضعا شاذا معقدا فالتا، هل فعلا الآن تنفع معه القدرات والعمل والدبلوماسية والحوار لتحقيق الإصلاح سمو الشريف؟ بصراحة يعني الحقيقة بصراحة، يعني كل رئيس وزراء يأتي للحكم لديه يعني شهر عسل أو فرصة تأييد من الجهات المختلفة، إن كان سيد عادل عبد المهدي ولا الدكتور حيدر ولا آخرين. والآن سيد مصطفى الكاظمي لديه تأييد يعني من الدول، من المجتمع الدولي، من الدول العربية، من داخل العراق، فلديه فرصة أن يعمل على تنفيذ برنامجه الإصلاحي وبرنامجه الحكومي. فإذا ينجح في الخطوات الأولى أعتقد الدعم سيستمر، لأن الوضع اختلف عن الحكومات السابقة. أن الطبقة السياسية الحاكمة لابد أن صار عندهم استيعاب بتعيينهم بتصويت لسيد مصطفى الكاظمي أن يجب أن يكون تغيير أو أعطاء المجال للعمل على الإصلاح في المؤسسات الدولة. فالسيد رئيس الوزراء هو أول رئيس وزراء لا ينتمي إلى التيار الإسلامي الشيعي منذ دكتور أياد علاوي. أن الوزارات السيادية الأساسية لا يتبعون أحزاب أو غير محسوبين على أحزاب، ولم تباع، ولا توجد صكوك مفتوحة، وليس من هالمصائب اللي كانت لدينا في الحكومات السابقة. يعني البداية جيدة جدا، وأعتقد أن تحركاته من أجل كسب ثقة الشارع والمتظاهرين والتنسيقيات أيضا مهم جدا، لكي لا ننسى. زين طيب، قبل أن نذهب إلى رئاسة الوزراء، هو بسبب المظاهرات. زين، قبل أن نذهب إلى هذا راح يجرنا إلى محور آخر، لكن خليني أنا وياك بشهر عسل السيد الكاظمي الذي أنت وصفته، ولا أدري هل أنه شهر العسل للسيد الكاظمي سيقضيه في منتجع خارجي أم سيخوضه في مستنقع داخلي. من المتوقع أن الأحزاب اللي أو الأطراف السياسية الذي وافقوا على تنصيب سيد مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء ووافقوا على مضض، من المتوقع أن لا يساهمون في مساعدته على النجاح. أتوقع شخصيا أنهم سيعارضوا ويعرقلون عمله ويضعون العصا في العملية السياسية. وبالحقيقة هذا عمل سياسي، يعني معارضة، يعني العمل المعارضة هو في باقي العالم يعملون على إسقاط حكومة واستبدال رئيس الوزراء ويأتون برئيس وزراء جديد، فهذا عمل سياسي مقبول وبها يعني شرعية سياسية. فأتوقع أنه سيواجه من يعارض ومن يعرقل عمله، ولكن بالمقابل أيضا بدعم من أطراف سياسية وبدعم المجتمع الدولي وربما هذا الذي أنت وصلت إليه الاعتصامات واللجان التنسيقية ممكن أن يقاوم هذه المعارضة ضده. هذه المعارضة التي أنت تتحدث عنها وتقول أنها وافقت على السيد الكاظمي من مضض، من أين تستمد مشروعيتها السياسية على أنها معارضة وهي تمتلك أدوات وأجنحة مسلحة
وهذا الذي جعل السيد الكاظمي يهتم بأجهزته الأمنية ويوطد علاقته بها، لأنه يشعر أنه سيواجه هؤلاء الذين وصفتهم بالمعارضة والذين وافقوا عليه بمضض. أرجع أقول أن أنا ما أميل إلى فكرة أن هو يجهز القوات الأمنية لمواجهة عسكرية مع فصائل مسلحة خارج عن القانون. أعطيكم مثل بسيط، حسب كلام كثير من الأخصائيين والسياسيين أنه نحن نخسر حوالي 800 مليار دولار سنويا من الجمارك العراقية، وبسبب مافيات موجودة في الموانئ وعلى الحدود. أي حكومة تأتي لكي تلغي هذه المافيات تحتاج إلى قوة أمنية، قوة عسكرية، قوة شرطة، قوة تجعل من الحكومة قادرة أن تفرض إرادتها وتطرد هذه العصابات وهذه المافيات. إذن لابد أن تواجه سلطة الدولة تنبثق عن السيطرة على القوة. يعني يا سمو الشريف، هاي هي النتيجة التي إذا الحكومة ليس لديها قوة فلا توجد قوة، يعني سلطة للحكومة. إذن هنا هو لا خيار له سوى أن يواجه هؤلاء بعد التحذير وبعد النصيحة وبعد الدبلوماسية، وهذا الأمر صار له سنوات، لكن الوضع اليوم يختلف كثيرا عن الأمس، لأن العراق في أمس الحاجة إلى كل دينار، وهذه المافيات ما زالت تسيطر على مفاصل مهمة، بالتالي أصبحت مواجهتها بكل الوسائل المتاحة مشروعة. ما الذي يمنع؟ يعني الحقيقة هو طبعا القوة السياسية، قوة القوة العسكرية لدى الحكومة قوة احتياط لضمان أن أوامر رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة تنفذ. نعم. وأنا شخصيا لا أعتقد أن أكثرية الحشد الشعبي وأكثرية الفصائل المسلحة مستعدة أن تواجه قائد عام للقوات المسلحة والحكومة العراقية والقانون العراقي، لأن ذلك الوقت يعتبرون متمردين على القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية. ولذلك أنا لا أظن أن نوصل إلى أي صراع عسكري. المشكلة ستكون إذا فصائل معينة قامت بقصف أمريكان أو قامت بعمليات في سوريا أو قامت بسياسة عسكرية خارج إرادة قائد عام القوات المسلحة. أعتقد هاي يمكن تكون مشكلة أكبر. وأيضا أعتقد أن رئيس الوزراء سيعمل على إجراء إصلاحات داخل الحشد الشعبي، وقسم من الفصائل ربما لا يطبقون هذه الإصلاحات، ولكن أنا أميل إلى أن سنصل إلى حلول عن طريق الحوار والمفاوضات وليس المواجهة العسكرية. سمو الأمير، يعني سمو الشريف عفوا، عندي سؤال كان يعني كل مرة أنا أريد أسألك بس مرات أنسى. يعني أنت بتاريخك وتاريخ عائلتك تنحدر من سلالة آل البيت عليهم السلام، وتحديدا إلى الإمام الحسن عليه السلام، وبالتالي جئت إلى العراق وكان لديك مشروعا سياسيا وكانت لديك طموحات، لكن المفارقة الغريبة رغم هذا انتمائك لم نشهد لك أن تكون قريبا من القوى الإسلامية أو طبقة الإسلام السياسي، لم تقترب منه، لم تنحى منحاهم، لم تشترك معهم. وين كانت العلة بهذا الموضوع سمو الشريف؟ يعني حقيقة وهمين أختلف وياك أنه ما كنت قريب من عندهم. طبعا منذ التسعينات كنت أعمل بتحالف مع القوى المعارضة، وثم عندما سقط النظام ودخلنا العراق عملت مع أطراف مختلفة من التيارات السياسية العراقية،
المشكلة الأساسية أنهم قسموا البلاد على أسس مذهبي وقومي، وأني وآخرين رفضوا أن نصنف على أسس مذهبية أو قومية. هم رفضوا أم أنتم رفضتم؟ اعتبرنا نفسنا وأنا العفو، هم رفضوا أن يصنفوكم على أساس مذهبي أو قومي أم أنت رفضت على أن لا تصنف من هذا؟ لا لا أنا رفضت، يعني كان ممكن أن أصنف نفسي كسياسي سني وأمثل المكون السني ودافع فقط على المصالح السنة في العراق كما فعلوا الأحزاب الشيعية والأحزاب الكردية، أن فقط يدافعون عن مصالح مكوناتهم، بس أنا رفضت هذا الشيء. أنا أعتبر نفسي عراقي أولا وأمثل وأعمل من أجل كل العراقيين، فعندما قسموا البلد على أسس مكوناتي من الصعب أنهم يضعوني في خانة السنة أو خانة الشيعة أو خانة الأكراد، وخاصة أن لدي مؤيدين وأنصار من جميع المكونات، فماذا أقول للمؤيد الشيعي إذا أنا فقط محسوب على المكون السني، وبالعكس إذا مثلت الشيعة لدي مؤيدين من السنة ومن الكرد. فلهذا السبب عندما قسموا كعكة السلطة قسموها على أساس مكوناتي، وبعد ما قسموها على أسس مكوناتي قسموها على أسس أحزاب، فكل حزب كان يعمل أنه يعيد من ويكون ولاء إلى الحزب وليس إلى العراق أساسا. مرتاح على هاي النتيجة أم تجد أن الذين تخندقوا بالتخندقات التي كنت تصفها هي الآن الألغام التي انفجرت أو ستنفجر قريبا، وبالتالي تحيل هذه الأحزاب إلى ركام وإلى حطام لا يكاد أن يذكر إلا بالصفحات السوداء من التاريخ؟ هو طبعا هذا المعادلة السياسية فرضت على العراق من قبل الأمريكان وبقوة سلاح الأمريكان، ولا هاي المعادلة السياسية لا تمثل المجتمع العراقي. تقسيم البلاد سياسيا على أسس طائفية وقومية لا تمثل الواقع الاجتماعي في العراق. ولفترة كنت متشائم، ولكن بعد المتظاهرين الشباب الأبطال رفضوا هذه المعادلة السياسية ورفضوا أسلوب التعامل الطبقة السياسية نعم مع المجتمع العراقي، عادت إلي التفاؤل بأن المجتمع العراقي لا يزال متوحد ولدي تفاؤل بالمستقبل بسبب الجيل الجديد اللي يرفض تقسيم البلاد على أسس مكوناتي. طيب الآن لو أردنا أن يعود بنا الزمان إلى الوراء، وإن كان هذا يعني صعبا وحتى لا يتحقق في أحلام اليقظة، ولو أردنا أن نعود ما بعد أو بداية 2003 لنقرر ما هو شكل الدستور أو طبيعة النظام السياسي الذي يمكن أن يكون أكثر فعالية ونجاعة للواقع العراقي وممكن أن يجنبنا كل هذا الذي حصل. المشكلة ليس في نظام الحكم في العراق في الوقت الحالي، المشكلة بالأحزاب الحاكمة. تعديل الدستور، تغيير شكل النظام ليس ضروري، هو المطلوب أن نتخلص من معادلة السياسية اللي تقسم البلاد إلى ثلاث أقسام.
أن إذا أنت شيوعي سني فأنت محسوب على المكون السني، وإذا أنت شيوعي كردي فأنت محسوب على المكون الكردي. هذا معادلة مرفوضة من قبل الشعب وأظهرت فشلها وأدت إلى الفساد وهدر المال العام وسقوط عدة محافظات في أيادي إرهابيين. علينا أن نبدأ إعادة بناء التنظيمات السياسية الحزبية لكي تكون بعيدا عن العقيدة المذهبية والقومية وتكون عقيدة. يعني يا سمو الشريف أنا مثلا أريد أسألك باستغراب على أنه يجب أن نعيد بناء الأحزاب أو المنظومة السياسية. أنت شايف واحد البارحة كان حرامي باكر يسوي إمام جامع، هي قوى سياسية بنت بهذا الشكل، تعودت على هذا الشكل، جاءت برفاقها وقياداتها ومروديها وبنتهم على هذا الشكل، فبالتالي كيف ممكن أن أعيد بناء هذه المنظومات التي تعودت على هذا ومستعدة أن تقتل ملائكة السماء إذا زحمتها على المال وعلى السلطة؟ هذه حقيقة لا يمكن أن نتجاوزها. نحن الآن بدأنا بالخطوات الأولى باتجاه لتغيير تصرف هذه الأحزاب مع الوضع السياسي في العراق بموافقتهم على تنصيب سيد مصطفى الكاظمي كرئيس وزراء، الموافقة من قبلها على أنه هو يعين وزير الداخلية وزير الدفاع وزير المالية وربما وزير الخارجية وكذلك وزير النفط. فهذا دليل على أن الطبقة السياسية شعروا بالخطر وأنهم يتجهون إلى الإصلاح، ولكن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون في آلية الانتخابية. هنا أنا بس سؤال استعراضي، هنا سؤال عفو استفهامي، سؤال استفهامي، هل القوى السياسية بهذا الذي أنت تقول فيه شعروا بالخطر أم استسلموا لما يجري؟ يعني لولا المظاهرات والاعتصامات من قبل الشباب الأبطال بالملايين وفقدان الطرف الأساسي في المعادلة السياسية لشعبيتهم بين جماهيرهم من بغداد إلى البصرة، لا أعتقد الطبقة السياسية كانت تجاوبت مع مطالب الإصلاح. بالإضافة إلى هذا الشيء طبعا كان فشل الطبقة السياسية بتعيين رئيس وزراء تقليدي، فمحمد توفيق علاوي كان رئيس وزراء تقليدي ولكن لم ينجحون بفرضه على الشعب، فهددوا بسيد عدنان الزرفي ورضوا بسيد مصطفى الكاظمي. فهي تسلسل من الأحداث أدت إلى أحزاب السلطة أن يقبلون بالأمر الواقع. إذن هي استسلمت، كان أكو ضغط من المجتمع هي الدولي، هي استسلمت ورضخت بأن يفرضون عليهم عقوبات وإلى آخره. هذا التوصيف صحيح؟ أنها استسلمت ورضخت وبالتالي عليها أن تساير كلمات عنيفة، هاي كلمات عنيفة، ما ضروري نستعمل هذه الكلمات العنف، سحقوا استسلموا رضخوا، لا خلينا نقول أنهم تجاوبوا مع الوضع القائم في البلد. هذا الذي أنت تسميه عنيفا يا سمو الشريف، هذا الذي أنت تسميه عنيفا، يعني أنا عندما أثبت الإجابات سؤالي الآخر، إذا كانت بهذا الوصف ما هي المتطلبات أو السياسات التي يجب بموجبها ومن خلالها القوى السياسية تتعاطى أو تعمل مع هذه المرحلة؟ لأنه اليوم إن وجد لاعبا قويا أكبر من الجميع والذي أنت كنت تسميه بالجيل الجديد، هكذا أنا أريد أن أصل لقناعات وليس تعابيرا قوية ضد الآخر،
لأن هنا التوصيف دقيق في السياسة حتى على أساسها ومن خلالها تقيم استراتيجية سياسية أو عقيدة سياسية تتناسب. سمو الشريف، طبعا هو المطلوب يعني هو الشيء الضروري جدا، وإن شاء الله رئيس الوزراء سيقوم بهذا الشيء، وإصلاح المفوضية اللي من أجل إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة، ومهم أن تكون شفافة. إذا نجحنا في هذا الشيء، هذا الجيل الجديد ومن يدعم من يدعموه سيصعدون إلى مجلس النواب. نعم. وحتى إذا لم يحصلون أكثرية في مجلس النواب سوف يكونوا قوة أساسية يفرضون الإصلاح على باقي الأحزاب. تمام. والسؤال اللي تحاول يعني تظل تطرح عليه أن هل الطبقة الحاكمة اللي حكمت العراق 17 سنة مستعدين أنهم يقبلون بالإصلاح أما سيقاومون؟ أها. وأنت يعني لمحت أنه أصلا المقاومة ستكون مسلحة. أنا لا أستبعد المقاومة المسلحة. تمام. أتوقع أنه قسم من الطبقة الحرس القديم سيعرقلون عمل رئيس الوزراء. وفي نفس الوقت أعتقد أنه الجيل الصاعد الجديد التغيير بالقيادات الموجودة يرغبون أن يبتعدون عن المعادلة السياسية السابقة ويشعرون برفض 70% من الشعب العراقي اللي لهم في سلطة. فاحتمال، وأنا يعني ننتظر نشوف إذا رئيس الوزراء سيكون قادر على إقناعهم بأن هذه الإصلاحات من مصلحتهم. طيب الآن سمو الشريف، إذا ما ذهبنا إلى البعد الدولي والبعد الأقليمي في ظل كل الأزمات التي تحيط بنا، هل أنت يعني مع سياسة أن نذهب للعمل مع القوي ليحمينا أو يقدم لنا دعما كما فعلت دول الخليج، أم أننا يجب أن نبتعد عن سياسة الخنادق المتقابلة ونعمل باتزان حتى لا نكون من حصة هذا الطرف أو ذاك؟ أي السيناريوهات الآن ممكن أن يخدمنا بعد أن نقرأ بدقة ما يجري اليوم أو ما سيجري غدا؟ حقيقة يعني تاريخ المنطقة، نعم، تاريخ الجماهير الوطنية المتشددة وإصرارهم على مقاومة القوى الدولية العظمى، إن كان ملك فيصل الأول في سوريا والقتال مع الجيش الفرنسي في ميسلون، أو حركة رشيد عالي عام 41 في غضم حرب بريطانيا مع النازية، أو صدام حسين يعتقد أنه قادر أن ينتصر على الولايات المتحدة. نعم. الدول التي نجحت وتقدمت وتطورت شعوبها وقدمت خدمات، الدول التي وضعت مصلحة شعبها قبل ما تضع مصلحة العقيدة. نعم. فنحن يجب علينا أن نكون واقعيين، وفي نفس الوقت يجب علينا أن نحافظ على سيادة العراق ونعمل على إقناع القيادات السياسية أن لا يستعينون بالقوى الأجنبية أو الإقليمية لدعمهم ضد خصومهم في الداخل، وهذا سبب الرئيسي لتدخل الدول في العراق، وهم يعني لا يفرضون نفسهم. نحن كقيادات سياسية، كطبقة سياسية، الطبقة السياسية يدعو الدول الأخرى للتدخل. فعلينا أن نعترف أن نحتاج إلى الدعم الأمريكي في المجال الدولي، ونحتاج إلى العلاقات المميزة الجيدة مع الجارة إيران، وأيضا مع الدول الخليجية ومع تركيا. يعني هي ليس مسألة عناد أو مواقف عقائدية أو سياسية، احنا نحتاج لهذه البلدان، نحتاج لدول الخليج، نحتاج لتركيا، سوريا، إيران، الولايات المتحدة.
فعلينا نبني سياسة الخارجية العراقية على هالأساس، أن نضع مصالح العراقية أولا وقبل أي شيء، قبل أن نرضخ السياسة الخارجية العراقية لمصالح دول أخرى. ما تعتقد هذه الدول التي أنت ذكرتها ويتفق معك كثيرون على أننا يجب أن نتمتع بعلاقات طيبة معها، ولكن أنت تدرك أن هذه الدول أيضا هنالك راع رسمي لها يقودها ويتحكم بها، فلماذا لا نذهب مباشرة إلى القوي الذي يستطيع أو يمتلك المفاتيح ويمتلك الحدود الحلول عفوا؟ طبعا قضية مو بهالبساطة حقيقة، يعني هي وجهات نظر سمو الشريف، أبيض نروح ويا أمريكا ولا نروح ويا إيران، الموضوع مو ليس هكذا. الموضوع أنه احنا نحتاج الأمريكان، ولديهم قدرة على فرض عقوبات وأنها يدمرون الاقتصاد العراقي إذا ارتأوا أن نحن خرجنا عن الإطار الذين هم يعتبرون مقبول لديهم. بالمقابل يوجد كتل لدينا كتل سياسية عراقية في مجلس النواب يعتبرون أن الأمريكا عدو تاريخي وإيران دولة جارة أبدية، ويجب علينا أن نحارب أمريكا ونتحالف مع إيران. هاي وضع تناقضات موجودة، وما ممكن أن نلغي هذه التناقضات في كلام الدواوين أو في القهاوي. يجب على السياسة الخارجية العراقية تعمل على التضليل وتقليل من التأثيرات السلبية الموجودة بسبب الصراع الأمريكي الإيراني. إيران دولة صديقة جارة للعراق وكذلك أمريكا، نحن لا ما عندنا مشكلة لا ويا الأمريكان ولا الإيرانيين، أكو مشكلة بيناتهم. فالسياسة الخارجية العراقية يجب أن تبنى على أساس أنه إحنا شلون نحمي نفسنا من هذا الصراع الموجود، ولا أننا علينا أن نختار أن نكون ويا الأمريكان أو ويا الإيرانيين. بعد 4 أشهر ما نعرف هل ترامب سيبقى رئيس الجمهورية، هل يأتي رئيس جمهورية جديد، يعني هو لا أحد يستطيع يا سمو الشريف، هل الإيرانيين رح يصير تغيير في إيران ويصير مصالحة أو الجغرافيا اتفاق جديد مع الجغرافيا الأمريكان. تبقى احنا يجب علينا أن نضع مصالح العراق أولا. الجغرافيا تبقى هي الجغرافيا وهي المتحكمة، ولا أحد يستطيع أن ينكر قوة وثقل إيران، وأنه في إيران هنالك سياسيين يقدرون مصلحة بلدانهم، هذه حقيقة شئنا ما بين تتفق أم تختلف. لكن أريد أذهب بنفس المحور، يعني أنت تعرف أنه وراء كل حرب كونية كبيرة بعد الحرب العالمية الأولى تشكل تحالف ونظاما دوليا جديد، بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت أيضا تحالفات ونظام دولي جديد، الآن أيضا نحن إذا جاز التعبير في حرب كونية كبيرة. الآن هنالك من يعتقد أنه بعد انتهاء وباء كورونا والخسائر التي بنيت بها الاقتصاديات العالمية، هنالك شكلا جديدا للنظام الدولي قد يكون الآن يخطط له في الكواليس، تحدث عنه فريدمان، تحدث عنه كيسنجر، هذه قضية كانت فيها تنبؤات كثيرة، ونحن الآن في واقع الحدث. ما هو شكل وطبيعة النظام الدولي الجديد بعد كورونا، ونحن سنكون من حصة من، وسنركب في أي سفينة، ولو إحنا نظل قشة بوسط ريح؟ يعني الحقيقة طبعا احنا هذا احتمال بعد 10 سنين او 20 سنة، بس في الوقت الحاضر هذا يعني مو الموضوع الاساسي امامنا خلال 6 أشهر او سنة او سنتين القادمة. احنا علينا ان نحافظ على سيادة العراق، علينا ان نحمي الشعب العراقي من نتائج الكورونا، علينا ان نقلل سمو الشريف من سمو الشريف
فيعني خلينا نكون واقعيين عمليا. هو أنا الآن أتحدث صراع بالمستقبل أمريكي صيني، ولكن هذا يعني ما راح يأثر علينا في الخمس سنين القادمة. يعني شلون إذا ما يأثر علينا يا سمو الشريف؟ خليني أتشاطر معك في الرأي. كل الأمنيات التي سيادتكم الآن يطرحها أنه تقديم مصلحة الشعب العراقي وأيضا الحفاظ على سيادته ولا استقلاله، هذا لا يتحقق إلا أن تكون جزءا فاعلا من منتظم دولي تؤثر وتتأثر به، ولديك قراءات إلى المستقبل لما سيحصل. احنا يعني هذا اعتقد هو مو يعني احنا اتصور العراق اخذ الخيار، احنا داخل المجتمع الدولي الموجود اللي موجود بقيادة الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية، احنا لا يوجد غيرهم يعني، فاحنا نعمل ضمن هذا الاطار. ولكن يجب علينا ان لا نكون ضحية صراع امريكي ايراني. ومن يقول ان العراق لا يجب ان يكون ساحة صراع، نحن ساحة صراع منذ 2005، وضحينا الكثير بسبب هذا الصراع. ويجب علينا أن نكون واقعيين. إذا أنت رأيك أن تطرح أنه يعني نعمل كليا ويا الولايات المتحدة أنا لا أطرح رأيا سوى غير واقعي يعني، غير واقعي يعني. أنا لا أطرح آراء رغم يعني أنا لا أطرح آراء سمو الشريف، أنا أستفهم. لا بس ظل تسأل نفس السؤال. لا هو أنا لا أطرح آراء. نتفق ويا هذا يعني ويا الأمريكان يعني أساسا يعني. هذا ويا الأمريكان ونصير مثل السعودية يعني. هذا جزء من واقع أنا نقلته لك تعامل به آخرين، فسألت فيما إذا لو كان هذا خيارا نفع أم ضر، هو ليس رأيا. أم نذهب إلى سياسة التوازن؟ احنا مو السعودية، احنا مو الإمارات، احنا مو الكويت، احنا حتى مو مصر، احنا مو الأردن، احنا يعني ما هذا الخيار ليس موجود على الطاولة حاليا. ليش؟ هذا الخيار ليس موجود على الطاولة تمام. حاليا لماذا لم يطرح على الطاولة؟ يعني شنو يعني انه نكون مثل السعودية او مثل الإمارات انه او قطر؟ هذا حتى الأمريكان ما يطرحون هذا الشيء، حتى الأمريكان ما يطرحون هذا الشيء. الأمريكان هم أصلا يريدوا يتركون العراق، لو عندهم فرصة ترامب يطلعهم من العراق، بس يخاف إنه هاي تنطي رسالة سلبية خاطئة بالنسبة لقرار الأمريكي بقاء في المنطقة، ويكون يترجم كضعف. هو هذا سبب بقائهم، بالإضافة هم سبب بقائهم لمحاربة داعش والإرهاب وحرب ضد الإرهاب إلى آخره. الموقف الأمريكي ليس ما يريدون العراق يكون تابع لهم، يريدوا الموقف الأمريكي يريد يضمنون سيادة العراق، عدم تدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية، الاستقرار واستمرار بتطور الحريات والديمقراطية في العراق والنمو الاقتصادي. هو هذا اللي يرغبه، وهذا اللي احنا نرغبه. يعني احنا هذا انت هم المشكلة مو بالامريكان ولا بالايرانيين دكتور، المشكلة مو بالامريكان والايراني، المشكلة بالسياسيين العراقيين اللي يروح يركضون لطهران والرياض وواشنطن يطلبوا مساعدتهم من اجل انهم ينتصرون على اعدائهم السياسيين في داخل العراق. تمام، هذا هاي المشكلة. وتقسيم البلد على اساس مكوناتي مو يعني المشكلة، مشكلتنا والحكومة هاي الموجود الآن. أنا برأيي شخصيا وانتظر منهم خيرا أنه هم يحاولون يعالجون هذه المشكلة، أنه احنا نبتعد عن هذه الصراعات ل 17 سنة اللي أدت إلى مقتل استشهاد يمكن ملايين من العراقيين وهدر تريليونات أو مئات المليارات من الدولارات. هاي المشكلة اللي موجودة عندنا، لا نروح نقول الإيرانيين وأمريكان والسعوديين. لا لكن الآن إذا مواطن يمكن أن يسألك دخول العراق. الآن إذا مواطن يمكن أن يسألك أنا كيف يمكن أن أثق بمشروع أمريكي هو بدأ بمشروع الاحتلال، وكل الخسائر التي
حصلت فيما بعد هذا المشروع هو بسبب مشروع الاحتلال الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وبالتالي أنت الآن تقول وتبشر أنه أمريكا لو مو العيب لكان تركت العراق وخلته هو وربه يقاتل. لا لا، ما أنا قصدي عسكرياً مو يعني أنه هذا الإصرار على 5000 مدرب أمريكي داخلين في قواعد عراقية يعني زبعة في فنجان. يعني هو هذا مو الموضوع. يعني لما الأمريكان قصفوا العراق في خلال 6 أشهر الماضية ولا طائرة طارت من داخل العراق، ما يحتاجوا القوات هاي حتى يفرضون إرادتهم على العراق. فخلينا واقعيين في هذا الموضوع. المتغير في العراق هو الشباب، الجيل الجديد، 60-70% اللي دون عمر 40، هو هذا المتغير. طبعا. هو هذا الضاغط، هو هذا اللي أسقط عادل عبد المهدي، هو هذا اللي جبر الأحزاب السياسية أن يعيدوا النظر، هو هذا اللي خلى الأمريكان يشعرون أن ممكن أن يأتون برئيس وزراء خارج التيار الإسلامي الشيعي اللي هم دافعوا عن هذا الـ الأحزاب الإسلامية الشيعية لمدة 17 سنة بجنودهم وبسلاحهم وبفلوسهم بأموالهم من أجل يبقون في السلطة. يعني لا ننسى هذا الشيء، أن 100,000 غارة جوية دافعت عن الحكومة العراقية، عن النظام السياسي العراقي الحالي. نعم. ولكن أكو متغير على الأرض، المتغير المعتصمين المتظاهرين الذين هم ينتظرون ويراقبون نعم. عمل رئيس الوزراء. وأني متفائل خيرا من هذا رئيس الوزراء، وأعتقد أنه سيحاول، بس ما أقدر أضمن النجاح ولا هو يقدر يضمن النجاح. تمام. ولذلك هذا المتغير سمو الشريف الذي أسقط بحكومة عادل عبد المهدي وجاء بحكومة الكاظمي التي أنت وغيرك أيضا متفائلون بها كما ابتدأنا حوارنا، كيف يمكن للسيد الكاظمي أن يكون جزءا من هذا المتغير أو أن يضمن هذا المتغير الفاعل الذي يمتلك القوة والإرادة أن يكون داعما للسيد الكاظمي؟ يعني أكو أطراف داخل المعادلة السياسية مؤيدة للسيد مصطفى الكاظمي، يعني هو مو يعني ما جاي عن فراغ. يعني اكو اطراف سياسيه مقتنعه بالبرنامج، مقتنعه انه هو يجب عليه ان يقوم باصلاحات وداعمين له. اكو من دعمه على مضض كما ذكرت، واكو من دعمه بشعور انه سيستفيدون سياسيا من دعم الحكومه، وايضا المجتمع الدولي دعمته بقوة، والإيرانيين. أنا سمو يعني الشريف قصدت بالمتغير، قصدت التظاهرات وثورة تشرين مو على القوى السياسية، قصدي كان على ذولا. أي زين. طبعا الشباب يعني يحتاجوا إلى شوية، خلينا نقول يعني يعملون الموضوع بسياسة. يعني هم دخلوا الساحة السياسية ولكن حتى في الاعتصامات لم يتعاملون ويا الموضوع بشكل سياسي، بأن أسقطوا رئيس وزراء ولكن لم يقدمون بديل، والنتيجة كانت 6 أشهر من فراغ حكومي. فاحتمال، وإحنا نتحدث معهم ويا التنسيقيات ويا أطراف مختلفة، وأكو حوار حول أن هل سيقوموا مظاهرات جديدة واعتصامات جديدة أم يعطون مجال لرئيس الوزراء. وأنا أنصحهم أن ينطون مجال لرئيس الوزراء وأن يدعموه على تنفيذ مطالبهم الأساسية اللي ملاحقة قددة المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة حرة وشفافة. وإن الرئيس الوزراء لم يقم بهذا الشيء فمن حقهم إذن أن يعودون للساحات ويعيدون الاعتصامات، وهم المحرك الأساسي في العملية السياسية الحالية. نعم. وبدونهم كنا لازلنا موجودين في تحت ظل حكومة السيد عادل عبد المهدي.
السياسي المستقل الشريف علي ابن الحسين، سعيد بلقائك سمو الشريف، أتمنى لك كل خير. شكرا. وشكرا لكم مشاهدي التغيير، غدا بإذنه تعالى بالتوقيت نفسه ستكون لي ساعتين متواصلة معكم، تقبلوا تحياتي، إلى الملتقى.